الاشكال، والاغلاط موجوده يعني شويه طول يعني ما اقدر اشرح يعني التفاصيل. نعم. اما كم جارتها امرو تيسيكي؟ بله. يسبش تيستكا حسبت ياتي. والله زور قلقم. زورنا خوش اترسم. بوجسي. اي تو غلطي كي زورنا خوش بيو بلا درناتوي او همو هيلاكي وماندوبونا نخوشا. اي يعني تو اي كم جالت خريب؟ تقريبا دو حفتة تشار دوانم صاو كردوا بلا. طبعا هي باعتبارها احدى اللي راح تيجون اليوم حتى تقدم على الفحص العملي لي حتى تاخذ اجازه السوق، فتقول انه انا جدا خايفه. طبعا قبل ما تسوي اليوم الامتحان اخذناها كمقابله، فتقول انه انا جدا خايفه ومرتبكه. سالناها ليش، فتقول انه لانه كل هالتعب واخاف انه على غلطه واحده ما راح اخذ الاجازه وما راح انجح، فانه انا تعبت هوايه وتقريبا اسبوعين اني دا اخذ الدروس العمليه، فلهذا انا جدا قلقه وجدا خايفه، وهذا اليوم اول امتحان لها. اي شي طيبه وانا بهوره كانت ان شاء الله هم ما درسين ان شاء الله. ان شاء الله تقرين دوايت يسكا باشا. طبعا دوايت اتمنى لكل اصدقائي انه ان شاء الله النجاح، وراح ناخذها ان شاء الله بعد الاختبار ونشوف حال تنجح لولا وشنو السبب. الله لا يقدر يعني اذا ما نجحت شنو هي الاسباب اللي ما خلتها تنجح. نقيب احمد شلون كان التقييم؟ هل نجحوا البنيتين؟ اي الحمد لله اثنيناتهم نجحوا. اي يعني مضبوطين، ساقتهم مضبوطه. ساقتهم مضبوطه اي يعني يعتمد عليهم. درتوي؟ بلى. بيرازي بيه. اي هسبه هنا بترسك؟ بلى ترسان بس كدرتم ترسكم هيزنا ما زرت الخوش ميسا. بلى. يلا يبا هوريك انا. ان شاء الله اني اشتريت استفاز وقربان. طبعا بعد الاختبار اخذناها هسه مقابله وتقول انه نجحت، وكنت خايفه لكن هسه خوفي كله راح لما نجحت، وكنت مضبوطه بالسياقه واتمنى النجاح لاصدقائي. موضوع مهم جدا حقيقه، والمفروض ان كل المدن العراقية طبق نفس القانون، أنه لازم أن الواحد يكون عنده شهادة أو دورة من مكتب تعليم السياقة يلا ينطونا، أو شرط من شروط منح إجازة السوق. احنا عندنا المشكله انه اكو ناس تتعلم، كل ما يتعلم سياره مثلا اهله او اصدقاء او قرايبه يروح يقول لك يا بروح انا ادي الاختبار، والاختبار يعني ما يكون يمكن قد يكون تلك الصعوبة، وبالتالي هو ما يمر بكثير من المشاكل اللي يتعرض لها بالشارع، ولذلك احنا عندنا بالعراق كثير من الحوادث المرورية، عندنا مشاكل، فنتمنى احنا انه يكون هناك تشديد على اصدار الاجازة، انت تعبان بها وتعبان وراح تنزل انت تعرض نفسك وتعرض اخرين للموت، يعني هي مو لعبة خلينا نقول حتى واحد يقول يستاهل بها، هذا حياة او موت، فالمفروض انه يكون هناك فعلا اجراءات صارمة، وتكون هناك حتى مكاتب تعليم السياقة تكون صارمة في يعني في التعليم، انه لازم واحد يتعلم السياقة 100% ويعرف كل الشروط، يعرف كل الإشارات، ويعرف كل القواعد حتى يتم منح إجازة السوق أو يروح إلى مديرية المرور ويتم إعطاء. طبعا الموضوع في بغداد يعني حدث ولا حرج، حاليا بفلوس يعني اكو اشياء توصل مضحكة. مدينة السليمانية انه هي الأكثر اهتمام بموضوع الحوادث المرورية، وبالتالي انه القيادة وإعطاء الإجازات المرورية اللي يستحقون فعلا إعطاء الإجازة. احنا شفنا يمكن قبل فترة أيضا في تقرير خاص في مدينة السليمانية عن المرور، قالوا انه نسبه الحوادث بدات تقل بنسبه 40% بسبب هذه المراكز التعليميه او بسبب هذه الدورات اللي هي تعطى من اجل اصدار هذه الاجازات السوق. طيب نروح الى فقره الصور الاكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم اكو مجموعه من الصور، راح نبديها من هذه الصوره كي لا ننسى النازحين. هذه الصوره تذكرنا بانه النازحين اللي احنا مثل ما قلنا صارت تجاره عند المسؤولين. شوف الصوره مالت النازحين ايش قد مؤلمه. هنتذكر ان هذا الاسبوع هو اسبوع ماطر، واحنا نعرف انه الشتاء هو هذا الشتاء موسم الامطار. هكذا يعيش النازحون من الصبح الى الليل الى اسابيع الى ايام الى شهور، هم هذا وضعهم. خلينا ندعو احنا نوحد الصف مثل ما قلنا، ونوحد الدعاء من اجل انه نعبر هذه المحنه ونرجعون الى موقعهم الاصلي، ونتمنى انه يشدون الهمه المسؤولين وجيشنا ويرجع، يعني نحاول انه نحرر مدننا باقرب فرصه حتى يرجعون
الى وضعهم الاصلي، يعني منظر الاطفال بائس جدا ومحزن جدا ومؤلم جدا. ان شاء الله تعدي هذه الازمه على خير وباقرب فرصه ممكنه، لان احنا جاي نسمع انه كثير من الاطفال ما جاي يتحملون انخفاض درجات الحراره. طيب احنا نعرف انه هناك تحضيرات كثيره الناس وشجره عيد الميلاد، وهي شجره للامنيات وليست للاحتفال، فاكو ناس تضيف عليها حتى الزينه، تضيف كل سنه حسب امنياتها حتى تتمنى. هالسنه الكل يتمنى انه يرجع العراق واحد موحد والناس ترجع الى وضعها الطبيعي. هذه احدى اصدقاء اهل المدينه، واحده من يعني من المبدعات والرائعات، اسمها آية الشبيبي، جسدت الواقع برسم شجره عيد الميلاد المجيد في العراق لهذا العام بهذا الشكل. خلينا نشوف، هي هذا الشكل على شكل خيم ممتده، فكانها بين هي شجره، واذا شفنا احنا الزينه عباره عن حبال وملابس الاطفال عليها. رائعه جدا، فكره رائعه، وفعلا انه هذه احنا يعني آلامنا، وهذه فعلا راح تكون هذه هالسنه هي شجرتنا، انه احنا نفكر بالنازحين وكيف يرجعون الى وضعهم الطبيعي. ان شاء الله ترجع بالايام القادمه، وان شاء الله يا ربي سنه 2015 ان شاء الله سنه خير على كل العراقيين، وترجع النازحين كل واحد الى منطقته ويرجع الى مدينته من اجل انه يعيشون بسلام وامان في العراق الواحد ان شاء الله. طيب هذه الصوره من الارشيف، وهذه الصوره لساحه حافظ القاضي في الخمسينيات، والناس يعني تقول شوفوا الجمال، شوفوا المنظر، شوفوا الطمأنينة، شوفوا السعادة، الاستقرار اللي نتمنى احنا بغداد ترجع كما هي. بنفس الوقت نرجع من هذا الارشيف اللي احنا ماضينا، او البلد الوحيد اللي ماضينا افضل من حاضرنا، نروح الى ساحة الوثبة ايضا في بغداد، اللي بغداد ويدعون من يسكنون في بغداد خاصة المسؤولين، نشوف هذا وضع بغداد وهذه ساحة الوثبة، يعني اللي هي تبعد يقولون كم كيلومتر عن أمانة بغداد. معقولة أمانة بغداد التي تدعي أنه بغداد عاصمة الجمال وعاصمة النظافة وعاصمة وعاصمة، هذا وضعها معقولة ما قادرة توفر كم فلس؟ مو كم مليون، والله هي كم ألف يعني، ومجرد ترميم بسيط حتى الناس تعيش يعني وضعها الطبيعي بمناظر، على الاقل شويه بس تغير، نغير من مناظر بغداد. في الواقع تحتاج كم فلس او كم الف بتعبير المجازي، لكن انه عندهم بالعقود انها تحتاج مليارات حتى انه يسوونها بشكل بائس، يمكن اتعس من الشكل الماضي، فيا ريت انه يحاولون يطوروها ويرمموها بشيء بسيط حتى انه لا تكلف المليارات وتصير ثقل اكثر على امانه بغداد، اللي بغداد افضل من طيب. هذه طبعا مجموعة الصور اللي احنا نتمنى توصل ايضا للجهات المعنية ويتم تصحيح المسار مثل ما قلنا، ونرجع مرة اخرى لرسالة التليجرام اللي قالوا باكر عطلة، باكر مو عطلة، مجلس الوزراء دوام رسمي، فقط مجلس محافظة بابل تبنى الموضوع من يمه وقال باكر عطلة، وانا اتمنى مجلس الوزراء يشوف يتابع هذا الموضوع، ما يصير مجلس المحافظة او كل مجلس ينطي عطلة لوحده، احنا اسبوع عطلنا، لازم نبدي بداية جديدة، لازم نبدي بداية نشيطة، وخاصة طلابنا اللي متأخرين كثيرا بالدراسة. إن شاء الله نلتقي دائما على خير المحضة والسلام. إذن وصلنا لكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم، إلى اللقاء.